السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سايم جيمر. ايش تكتب في جديد في بدوى سفر هاي بيكسل، ومعي التين ماري بالجيم. ايش اسطوري شايفين، يعني فيه ماري هون وماري هون. طلع لي يا شباب ايفك بتاعت هاي الشستات او شو اسمها الباكجات، طلعت لي واحدة ايبك لا سكنات. انا مستغرب ايش هي، ما فهمتها. حطيتها بالجيم ولعبت لي كم من حطيتها بال يعني حطيتها ولعبت لي كم من جيم، طلع لي هذا الشيء اللطيف انه صار يجي سكني. يعني اي جيم بلعب يصير احط سكني، انا مختار يعني انا سايب جيمر حلو، حط سكن ماريو بيجي سكن ماري، حطيت سكن ستيف بيجي سكن ستيف. اي سكن بحطه بصير السكنات تاعون الفيليجر نفسي. شيء ممتاز طبعا بالجيم هذا. اول شيء حاب اشكركم على 17000 مشترك، شكرا جزيل الشكر لكم. كل واحد حط زر الاشتراك، ما ضللنا ايش على 20000 او 25000 خلال السنه هاي. ان شاء الله بنقدر نجيبها. اسطين ماري وادها ودود، شو رايكم نوصل المقطع هذا 1000 لايك؟ اذا انتم ادها اكيد، انا عارف اسطين ماري وادها يمكن 1000 لايك وتزيد وتجيبوا زياده عن 1000 لايك. بس انا بطلب شيء انه شيء معقول، وانتم بتجيبوا اكثر منها. بس انا خفت من هذا اللي اجاني. اوكي ممتاز. جبت لك كثير شغلات، نحاول بالجيم هذا نفوز بالستيك، بدي احاول افوز بالستيك يعني السيف، يعني خليه للمواجهات. اوكي اجاني واحد حيوان اسمه جرين، فبنحاول نختصر عليه، نغطي لنا السر تاعنا يعني نحطه على طبقتين. شو رايكم؟ اشوف ايوه، تعال حبيبي تعال، اهلا وسهلا، تشرفت وانست، وان شاء الله راح تموت وانا عندي اسطور ماري اساطير ماري. تعال رجع. شايفين كيف نجيب فاير بول او نجيب تي ان تي؟ انا متاكد من هذا الشيء. فبنحاول احنا نجيب لنا، نحاول نجيب الستيك زي ما قلت لكم، نجيب ستيك ونحاول نجيب الاكس عشان حاط هو خشب زي ما شفتوا، كان حاط خشب. خلينا نجيب اكس الحجر. ايوه وادع شبتيك، وادع لوز، وادع. خلينا نحط 2 3 اوكي هيك وادعنا ممتاز. لو تلاحظوا بنزل انا شبه يومي، صرت انزل شبه يومي متواصل على مده اسبوع وشوي اسبوعين. شكرا لكم كثير. وقع الجرين، وقع النوب، وقع. اوكي اوكي راح يجينا هلا هون. لا ما جناش النوب. كسر. اوكي بدي احاول اخليه يجينا واضرب الستيك برا العالم. حاول نطلع برا العالم بالستيك. ايوه اطلع برا العالم، اطلع. يا نوب والله خليكم بالجيم هذا يا اجانب، تحكوا خلاص بدي اطلع بالجيم، بديش العب. شوفوا سايب جيمر موجود او اي اسطور لابس سكن ماريو راح يطلع على طول، انا متاكد من هذا الشيء. طيب خلينا نرجع موضوعنا. تنزيل شبه يومي، ستنزل وفي ايام في يوم واحد، مش ايام، يوم واحد يا صايب تكذب. ايش يوم واحد نزلت حلقتين، وكمان الحلقه الثانيه كانت اعاده رفع لانه الدعم كان زمان مش كل هالقد. فهاي الحلقه عن جد تعبت عليها، كنت يعني تعبان من ناحيه مونتاج، كانت بداياتي بالمونتاج، فممكن شفتوها شوي مغبشه لانه نزلتها من اليوتيوب ورجعت رفعتها، يعني بشوف فيها شغلات غلط. فهاي بدايتي كانت بالمونتاج يا شباب، ما يعني اتغيرنا احنا، يعني بتعرفوا انتوا الواحد بالتقدم راح يستمر ويصير يجيب شغلات احسن واحسن. انا عشان بحوش، صحيح حوش نجيب لنا درع ايرون. بس خلينا نروح على البلو، يب البلو مش شايفنا، خلينا نروح للبلو. بلو مرحبا جايينك يا بلو. طيب بالنسبه لسناب شات، سناب شات راح انزل سناب شات او راح انزل الاي دي تاعي، دعم سناب شات جديد. ان شاء الله الحلقه الجاي راح تكون عطول، يعني جهزوا حالكم للحلقة الجاي عشان ايش من حلقة ارت ماينرز. طبعا لو تلاحظوا بنزل حلقة ارت ماينرز، حلقة ميني جيمز، حلقة ارت ماينرز ميني جيمز. الحلقة قبل هيك كانت عن الدرع الاسطوري تاع الليجند، يعني درع ايبك اشي فاخر على الاخر، كان حلقة جدا جميلة. ما شافها بتلاقوها تحت، بتلاقوا الرابط تحت بالدسكربشن، شيكوا عليها. خلينا نجيب لنا درع الايرون سريع. اوكي ودانا بالسمباتيك. اوكي وين البلو؟ راح شرد النص. اوكي والله وراك بس خلينا نشيل بلوكاتنا، البلوكات تاعتي هاي بتكفيش، ونجيب لنا اكس. شو رايكم نشتري لنا اكس على حجر؟ اوكي هيك تمام، ونجيب لنا بلوكات عشان يعني نضلنا نشرد منه او نروح على التيمات. مش ضروري نشرد، راح نطقطق عليكم، اجي بالاخر على الاخر راح يكون. طبعا زي ما قلت لكم بحلقه ارت مايز الجديده راح اكون، راح احط لكم رابط السناب شات تاعي، والكل ضيفوني عشان اللي حاب يشوف الخشيه قبل ما توصل الفيس كام راح انزل سناب شات. يعني راح انتوا بس ضيفوني وما عليكم، مش راح تخسروا شيء. مرحبا. تعال الستيك، كيف مفعول الستيك راح يكون قوي. بس بدي ايوه مفعول الستيك. يا ستيك. اشرد. صايب يا النوب، لا رجع لك يا البلو،
رجع لك رجع لك والزمن طويل بيناتنا انا اوريك. بس خلينا نفقد يمين يسار في حد جايين. لا ما في حد. جدا ممتاز الوضع. توقع اوكي جبت ستيك. سريع سريع في حد جايني. هو جاني 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 جاني. وي 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 عليك. لو طلعت يا شباب والله ايش اللي بيصير. مش عارف ايش اللي بيصير معي. لو طلعت كل واحد يحاول يجيني بوقع برا العالم. ايش اللي بيصير معي مش عارف. هل هو حظي؟ هل الحظ بيلعب دور؟ مش عارف. انا عاجز على الكلام هيك. انا عاجز على الكلام. اول واحد ثاني واحد ثالث واحد يا شباب كلهم بوقعوا. كلهم بوقعوا فعليا. هي في واحد جاني. في واحد جاني بلو مرحبا برا العالم. برا العالم اوكي برا العالم. الاكوا جايين. ها جايين غدرة. مش عارف ليش ما حطش مفجرش او ما حط شيء. انا اروح لعطول. اوه هي هون سرير الاكوا. اوكي ممتاز. بحاول اخليه يجيني اشوفه كسر هيك. حاول يجيني اطيره بالستيك. ايوه طير طير برا العالم. برا العالم برا العالم برا العالم برا العالم. لا يا الله ما زبطت ما زبطت. الستيك خربان يا شباب. الستيك خرب. خلاص ما في ستيك. خليه بس خايف يجيني سريع. خليه اجيب لي بس سيف عشان اقدر ندافع عن نفسنا. اشوف اجاني. يب فعليا هو اجاني. فعليا هو اجاني. هو اجاني. اوكي هيك ما اتفقناش. تيمين علي ما اتفقناش يا سهاي. ما اتفقناش يا التيمات. اوكي اديته بوكس. بوكس. الله ياخذكم. الله ياخذكم. كلكم علي. ليش؟ شو سويت انا؟ اوكي خلينا نشتري هاد. نشتري هاد. نشتري بلوكات. لا متاكد انا بحتاج البلوكات. اوكي. تفجر السرير. اتفجر. اتفجر. اشوف بسم الله بسم الله. لو طلعت البلو من هون والاكوا من هون ايش اسوي بحياتي انا مش عارف. حركات المانوا هاي بنعرفها حبيبي. شايفنا نوب. يما علقت علقت. اطلع يا سيف اطلع 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 اطلع. والله ياخذك. وين رايح وين رايح؟ والله هذول بيقهروا يا شباب. شايفين بيقهروا بيقهروا جدا 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 بيقهروني هذول. تعال حبيبي والله جايك جايك. ور لا التمسش. ما لمسته ما لمسته. خلاص انا ميت انا ميت انا فعليا ميت. مشينا بس جولدن ابل. مشينا جولدن ابل. مشينا جولدن ابل سريع. خلاص فجر السرير. راح السرير. اوكي ترى بلو على على سيان على جري. كل التيمات علي فعليا. موتوا. خلينا نروح على التيم تاعه. نروح نروح له على التيم. نروح له على التيم. تحكي ليش في كمان واحد فوق. انا هيك لا بنجلط. انا هيك عن جد بنجلط. اوه اشوف اشوف. بسم الله بسم الله. نطور السيف نطور السيف. اوكي اخذ دامج من واحد منهم بس ما عادش من هو. خلينا كلنا كمان جولدن ابل. نشتري كمان جولدن ابل. خلينا نروح على الاكوا. الاكوا الحيوان هذاك فلازم نذبحه. اوكي هو مش شايفني مش شايفني. هو راح النص ما اعرفش ليش. النوب نوب نوب نوب. خلينا احط البلوكات عشان اذا اجاني يطعيكم بالطريق. اه البلو فوق. هي البلو البلو فوق متخبي فوق. خليه يكسر يكسر سرير يكسر. اوبسيديان يمه يمه اوبسيديان. لا 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 ما تطلعش. حيوان حيوان. موت 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 موت. لا 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 يا شيخ. لا يا زمن. اخ يا زمن ليش هيك معي انتو؟ ليش ليش ليش؟ شو اسوي بحياتي انا؟ خدكم. كل الحكي اللي حكيته بديش اعيده. والله بنحب اعيده الحكي اللي حكيته. لا طيب اسمعوا. قرار 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 قرار. احنا خسرنا بالجيم بس حاولنا لكن لم نستطيع. فاهمين كيف؟ فاعذرونا على الجيم هاد ما فزت بس انتو يعني عارفين انتو بدكم بس. اخ يا قلبي الله يخدم. كل التيمات طلع اكوا حلو. الاكوا اللي هو السيان. الاكوا اللي هو السيان معروف يعني. والبلو وال 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 والجري اجاني. كل التيمات صاروا علي ثلاثة. شو اسوي بحياتي انا؟ الله ياخذهم الله ياخذكم التيمين هذول. الله ياخذكم. وحطيت له اوبسيديان فوق هيك. يعني ايش اسوي بحياتي انا؟ اوكي يا شباب لو نسيت المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم اخوكم سايب جيمر. بامان الله.